قبل ما ندخل في حريف النهارده خليني افكركم باخر حريف كان معانا في السادسه، وجماهير السادسه اختارت يعني اجمل اهدافه. طبعا كان معانا العالمي شريف عبد المنعم، وبعد يعني ما تابعنا اختياراتكم لقينا انه اغلب الاختيارات راحت لهدفه في مرمى الاسماعيلي للمباراه اللي اتلعبت في الاسماعيليه. تعالوا نفكركم بالجول ونرجع نشوف مين حريف النهارده. المباشره وعاليه على حدود المنطقه، ترد لشريف ويصلحها ويشوط شوطه جامده جوه جون. الجون الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق من ضربه حره مباشره رفعها ربيع ياسين لشريف عبد المنعم، يصلحها بوش رجله اليمين ويشوطها. ده كان هدف كابتن شريف عبد المنعم، واحد من الاهداف الحلوه والملعوبه. خلينا نشوف بقى مين هيكون حريف معانا النهارده في السادسه. قبل ما اقول لكم الاسم خليني اقول انه في اتنين من العوامل ساعدوه بشكل كبير جدا على النجاح. اولا انه بداياته مع النادي الاهلي، هو من ناشئي النادي الاهلي، واللاعب اللي بينجح او بيطلع من مدرسه الاهلي ما بيحتاجش وقت طويل عشان يتاقلم، وما بيحتاجش وقت طويل عشان يفهم طبيعه المنافسه وروح الفانيلا، كل ده بيبقى طالع معاه من البدايات. ثانيا انه تالق بشكل كبير جدا على مستوى الدولي من سن مبكر جدا، سواء على مستوى بطولات افريقيا او على مستوى كاس العالم اللي حقق مع منتخب كابتن شوقي غريب في المركز الثالث، وفاز بالفعل كافضل لاعب شاب في بطولات افريقيا للشباب باكثر من لقب، مره كافضل جناح ومره كافضل صانع لعبه. بنتكلم النهارده على واحد من حريفه النادي الاهلي اللي لبسه بالمناسبه رقم 10، وبالنسبه للاهلاويه رقم 10 ده معناها حاجه كبيره جدا. نتكلم على وائل رياض المشهور طبعا بشيتوس. وائل الحقيقه عنده مهارات كثيره جدا، دريبلر رائع، عنده القدره على الاختراق، عنده القدره على المراوغه، المرونه التكتيكيه، كان عنده قدره على ان هو يلعب في اكتر من مركز وحقق بطولات. الحقيقه ما حدش يقدر يختلف على موهبته ولا على مهاراته، بشوفه من ضمن لعيبه كتير، وخصوصا ان الجيل بتاعه الحقيقه يمكن اتظلم شويه. يعني وائل لما فازوا ببرونزيه العالم كان منتخب الحقيقه كويس جدا، كان يستحق كمان يروح لابعد من كده. وائل رياض، عبد الستار، وليد صلاح، حازم امام، محمد زيدان، وان كان محمد زيدان نسبيا طبعا نجح، وخصوصا يمكن في تجربته مع بروسيا دورتموند مع يورجن كلوب، لكن كنت بشوف ان هم يعني ممكن يروحوا لابعد من كده بكتير. منين ما بيكون موجود في الملعب هو بالتاكيد مصدر خطوره. حجمه مع سرعته مع معدل التسارع بتاعه، يعني دايما احنا بنتكلم على فكره اللعيب الحريف، مع دايما بيبقى يعني الى حد كبير، يعني لو بصيتوا للعيبه الحريف هتلاقي انه المهاره بتبقى فيها معاها مقابل تاني غياب للسرعه او للقوه. لكن وائل الحقيقه مع المهاره العاليه اللي عنده كان عنده سرعه كبيره جدا، كان لعيب سريع جدا، ف
الكومبينيشن ده التوليفه دي انه انك تكون سريع ومهاري في نفس الوقت اتاحت له انه يكون واحد من اخطر الاجنحه طبعا اللي كان بيلعبه في التوقيت ده. كان عنده قدره كمان عاليه قوي على ان هو يلعب برجليه الاثنين يمين وشمال، دريبلر اكتر من رائع، السرعه بتاعته خدمته جدا في النواحي الهجوميه. فزي ما انتم شايفين طبعا وائل رياض شيتوس كان واحد من اهم الاجنحه ومن اهم الاوراق الهجوميه اللي جت للاهلي في الالفيه الجديده. من كل الاهداف اللي حضراتكم شفتوها لوائل، هطلب منكم طبعا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، هطلب منكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا تختاروا اجمل هدف احرزه وائل رياض شيتوس في مشواره مع الاهلي او مع المنتخب.